بالجماله الحجري في محافظة الطائف إرثا حضاريا وإنسانيا ذا قيمة تاريخية عظيمة، كما كان يعتبر الربط بين الطائف ومكة المكرمة في التنقل ونقل البضائع والسلع آنذاك. خلونا نتعرف أكثر على قصة المكان مع زميلتنا سناء الزهراني في سياق التقرير التالي. يعد درب الجمالة الحجري إرثا حضاريا وإنسانيا ذا قيمة تاريخية عظيمة، يعود تاريخه لأكثر من 1000 عام، حيث يعتبر رابط وحلقة وصل بين الطائف ومكة المكرمة. يستخدمه المشاة والتجار في التنقل وفي الحج والعمرة قديما، والقوافل ونقل السلع والبضائع والمنتجات الزراعية على ظهور الجمال التي كانت تسلك هذا الطريق قبل أن يشق طريق الهدى الحالي. وبالرغم من وعورة الطريق وبعد المسافة، إلا أنه يعتبر طريقا مهما للقوافل يختصر المسافات بين مكة والطائف. كما يتميز هذا الطريق بشكل هندسي متعرج من أعلى جبل الكر إلى أسفله، يساعد المشاة والجمال على سلوكه بيسر وسهولة رغم محدودية الإمكانيات الفنية والتقنية وقت إنشائه. كما لا تزال معالم الطريق المرصوف بالحجارة باقية حتى الآن، إلا أن وزارة السياحة قامت بترميم بعض من أجزائه والتعريف به عبر لوحات إرشادية في الجبل. سناء الزهراني، الطائف.